السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة أرعب كل شعوب الأرض، فكيف الحال سيكون إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. توقفت المطارات والتظاهرات والتجمعات، انهيار كامل في اقتصاد أكبر الدول، حتى العمرة وزيارة بيت الله توقفت. خوف ورعب وهلع بين المسلمين وغير المسلمين، فكيف سيكون الحال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها؟ اتقوا الله عباد الله واستغفروه وعودوا إليه وتوبوا لعلكم ترحمون. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الداء والوباء وظلم ذوي القربى والأعداء يا أرحم الراحمين.